فإذا سوف أقرأ النص مراجعة في التحليل. كانت سمكة ذهبية تشعر بالملل في الحوض الزجاجي الصغير الذي تعيش فيه داخل القصر. كانت تدور وتدور وهي تتذكر رفيقاتها والمياه الكثيرة والمآكل اللذيذة في البحر البعيد. صباح الخميس تقدم فرفر الهر العجوز من السمكة وقال لها: يا صديقتي الغالية، أنا لا أحب أن تحزني، وإن شئت أخذتك إلى البحر حيث تسبحين بحرية وتقابلين أصدقائك. ردت السمكة فورا، ماذا قالت له؟ اقتراح جميل، أنا موافقة. وما إن قفزت، ركزوا في الورقة، وما إن قفزت السمكة الصغيرة خارج الحوض حتى انقض عليها فرفر ليأكلها، فأخذت ترتعش. وفي هذه اللحظة دخلت الجدة الغرفة وشاهدت ما يحدث، فضربت ما اسمه فرفر بحقيبتها على يده قائلة له: أنت ما معنى مؤذن؟ يؤذي، يعني يؤذي الشخص، خطير، برافو. ولن تأكل اليوم شيئاً عقاباً لك. وأعادت السمكة إلى الحوض قبل أن تموت. هل أحببتم النص؟ نعم. عما يتكلم النص؟ تشعروا بالملل. ما هو ما هي المشكلة الأساسية في النص يا فيليب؟ كان السمكة ذهبية كانت تشعر بالملل ويريد فرفر أن العجوز أن يقض عليها. هل استطاع أن يأكلها؟ لماذا؟ أتت الجدة. إذا أردنا أن نضع عنوانا للنص يا مريم، ما هو العنوان الذي تقترحينه؟ توافقون الرأي؟ السمكة الذهبية. ما يكتب السمكة الذهبية. طيب، من يقرأ السؤال الثاني؟ يلا نورجان. ما هو الإحساس الذي تشعر به السمكة؟ وما هو لونها؟ الملل. ما هو لونها؟ الذهبي. اللون الذهبي. السؤال الثالث. يلا فيليب اقرأ. هل ينتمي النص إلى عالم الحقيقة أم الخيال؟ لماذا؟ من يريد أن يجاوب؟ الخيال. فضل. ينتمي النص؟ ينتمي إلى خيال. عالم الخيال. لماذا؟ لأنه لا حقيقي. غير حقيقي، أحسنت. نور. السمكة والهند لا لا يتكلمان. نورجان. هو في عالم الخيال لأن الحيوانات لا تتكلم. أحسنت، برافو. هل هو حقيقة أو خيال؟ خيال، لأن السمكة لا تشعر بالملل. أحسنت، برافو. فإذا ينتمي النص إلى عالم الخيال. إلى عالم الحيوانات. لا، لأن الحيوانات لا تتكلم ولا تشعر بالملل. حيوانات لا تتكلم. أحسنت. السؤال الرابع، من يقرأه؟ يلا يا مريم. السؤال الرابع، حدد الزمان. فإذا الزمان صباح الخميس. صباح الخميس. طيب، المكان ما هو؟ في القصر. الشخصيات، بين الشخصيات هناك رئيسية وثانوية. الشخصيات الرئيسية والثانوية الجادة، برافو. فإذا بشكل عام فرفر والسمكة والجادة.
برافو. العقدة، يلا يا ريم. أن السمكة كانت تشعر بالملل فالفرفر يريد أن يأكل. فرفر يريد أن يأكل؟ أن ينقض عليه. فرفر يريد أكل السمك. الحل جاد، وأنقذت السمكة. برافو. دخلت الجدة وأنقذت السمكة. طيب اكتب مرادف الكلمات التالية، يلا يا كريم. ما معنى يا كريم تشعر؟ تحس. تحس، برافو. تشعر تحس. تحس. تعيش تسكن. برافو. ما معنى تدور؟ تحوم أو تبرم. أحسنت، برافو. ردت أو قالت. قالت كمان صح. انقض هجم. برافو. ترتعش. ترتجف. ترتجف. برافو. طيب من يقرأ السؤال السادس؟ يلا نرجان. اكتب أضداد الكلمات الثانية. يلا نرجان. الصغير. الكبير. أحسنتي، برافو. الصغير. دوش ضده. الكبير. يلا يا فضل. تعيش. تعيش. تموت. تموت. برافو. يلا يا ريم. الكثيرة. القليلة. صباح. مساء. برافو. يلا يا جاد. العجوز. لا، الشاب. برافو محمد. تحزني. تفرحي. برافو. السؤال السابع محمد اقرأه. السؤال ليكون بسرعة خط هو الجواب. يوم السهرة تنادى أبناء الحي. ما هو السؤال اللي نضعه؟ لا، متى؟ متى تنادى أبناء الحي؟ متى؟ لا ننسى علامة السؤال. متى؟ سمع يا جاد. تنادى أبناء الحي. أهم شيء علامة السؤال، لا ننسى في الامتحان علامة السؤال. علامة شو؟ سؤال. تسمعون؟ نعم. طيب كانت السمكة الذهبية في الحوض الزجاجي أين كانت؟ أين كانت السمكة الذهبية؟ أشعر بالفرح أو بما أشعر؟ أو بما أشعر؟ بماذا أشعر؟ بما أشعر؟ بما أشعر؟ عشان مش عم بسأل حالي. من يقرأ موضوع الإنشاء؟ يلا يا مريم صوتا عالا. ما هو المطلوب في هذا الموضوع؟ اقرأي. الصديق الحق أخو الأخ والرفيق يقف معك وقت الشدة وينفعك ولا يضرك. فإذا ما هو كيف نفسر الصديق الحقيقي؟ الصديق الحقيقي هو يكون رفيقك ولا يضرك. أحسن، يلا. الصديق الحقيقي هو الذي يقف معك في وقت الشدة. من يريد أن يشارك؟ يلا جاد. الصديق الحقيقي يساعدك في المشاركة. يلا ريم. رانا. برافو، أحسنت يا ريم. نور. كيف؟ كيف؟
تفضل. ايضا صوتا عالا نظهر نخرج نخرج مع بعض مع بعض. يلا فيليب. صديقي الحق اخو رفيق. اخو رفيق حبيب. صديقي الحقيقي هو يساعدك في الدرس. بالدرس كريم. صديقي الحبيب لا 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 يتمسخر. لا اوكي. مريوم فطومة يدافع عننا. محمد يقف علينا. نور صديقي الحكيم لا يكذب علينا. لا يكذب. احسنت برافو. لا يلعب مع برافو. لن يأذينا. برافو احسنتي. طيب من يريد ان يعرف الصداقه؟ ما هي الصداقه؟ ما هي الصداقه بشكل عام؟ من يريد ان يعرف الصداقه؟ تفضل. ان الصداقه نتعاون مع بعض. يلا. الصداقه هي الحياه. الصداقه هي الحياه. الصداقه هي الرفيق يكون لا يكذب ولا يضر. من يريد ان يعرف الصداقه؟ ريم ما هي الصداقه برايك؟ صداقة. فطومة كيف تعرفين الصداقة؟ الصداقة يعني كل شيء بحبك كثير كأنه هو يخيل. حياك الثاني. قولوا وراي. الصداقة صلة إنسانية تقوم على المحبة والإخلاص والوفاء. الصداقة صلة إنسانية تقوم على المحبة والإخلاص والوفاء. بصوت عال. الصداقة صلة إنسانية تقوم على المحبة والإخلاص والوفاء. بصوت عال. ما هي الصداقة؟ الصداقة صلة إنسانية تقوم على المحبة والإخلاص والوفاء. ما هي الصداقة؟ بصوت عال. صلة إنسانية تقوم على المحبة والإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ مثل الحلس يكون هو بيساعد يقول شيء بيعمله مش بيعمل. برافو. ينفذ الشيء. برافو. الوفاء. الوفاء. برافو أحسنتي.